وجود العنف. هذا هو البلاء. تأتيك الفتنة تلو الفتنة تلو الفتنة. ماذا ستفعل معه؟ كيف يتعامل الإنسان؟ العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب، لم يقل على العقول، قال على القلوب. هذا القلب، هذه المضغة العجيبة التي لو صلحت لصلح كل جسد الإنسان. هذا القلب الذي يحرك الإنسان، قد يعلم الإنسان أن هذه فتنة لكنه يسقط فيها، كما أننا جميعا نعلم أن الله سبحانه وتعالى يتنزل في الثلث الأخير من الليل، ولكن القلة القليلة هي التي تقوم. فالعلم كمعلومة وحده ليس كافيا لنجاة الإنسان، لابد أن يصطحب ذلك العمل. فتعرض الفتن على القلوب، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. ماذا سيفعل القلب مع هذه الفتنة؟ فأيما قلب، قلب الأول أسربها، مش قبلها ولا تأثر بها، أسربها. ده أسوأ تعامل مع الفتنة. الحديث ضرب المثلين اللي في الأطراف، أسوأ تعامل وأفضل تعامل، وبينهما قلوب لا يعلم درجاتها إلا الله. أيما قلب أشرب، الإنسان لما بيشرب الشراب يتغلغل في أنحاء الجسد، زي كما يقول على ثوب هذا ثوب مشرب بحمرة، يعني هذا الثوب لونه أصبح فيه لون الحمار لكن لا يخرج بالغسيل، اختلط به خلاص، أصبح شرب هذا اللون، أصبح جزءا منه. فهو أصبحت هذه الفتنة جزءا من حياته، لا يستطيع أن يتخلى عنها، لا يتصور أن يسمع أن يتخلى عنها أصلا. تكلمه أن يترك هذه الفتنة، هو لا يتصور حياته بدون هذه الفتنة، أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياته. لقد شربها، وأشربوا في قلوبهم العجل، أي حب العجل. ذلك بالرغم من أن الله عز وجل نجاهم، أي بني إسرائيل نجاهم، طلبوا عبادة العجل، ولما رفض موسى عليه السلام وأنكر عليهم بمجرد أن غاب عنهم عبدوا العجل. أمر خالط القلوب، أمر أصبح بداخلهم جزءا لا يتجزأ من أجسادهم.